مرثية للمغفور له بإذن الله الشيخ الفاضل عبد الكريم شريف رحمه الله، والذي نظمها الشيخ الفاضل عمرو الضالعي أداء رامي العدني. أبا وقاص قد جد الرحيل، أكفكف أدمعي زمنا طويل، رحيلك أوجع الأحباب حتى أرى الدمعات من خد تسيل، تركت مخلفا ألما وجرحا وأحشاء المحب لها عويل، وفاجعة الصباح أتت علينا أشد بوقعها أبدت صهيل، وأرض بالفيوش لها أنين لفقد معلم الفقه الأصيل، بلوغ مرامها صارت تنادي أيا نجما ألا أين السبيل، وفي الدرر البهية كل حزن على من كان يشرحها طويل، وكرسي لتدريس العلوم بصدمتهم تقول أبا وقاصها الحق الرحالت عن الدنيا وحل بها الفلول، وداعا شيخنا وغدا ستلقى إلها حسبنا نعم الوكيل، إلها حسبنا نعم الوكيل.